عليكم أحبائي المتابعين، كيفكم؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة جيدة يا رب. اليوم بدنا نعمل عجينة بتنفع للبيتزا، بتنفع للفطاير، لكل شيء. بيلزمنا لهالعجينة، عندي هون كيلو طحين نخلته مسبقا، عندي هون ملعقة طعام ملح، عندي هون كمان ملعقة طعام بيكنج باودر، وعندي هون 7 جرام خميرة جافة. أنا بحب استعمل الخميرة هيك للعجينة، بتطلع كلياتها، يعني ما بيأثر عليها إذا نقعتها لوحدها بالمي أو شي. وعندي هون 3 ملاعق لبن يوغورت. انا بحط المواد كلها مع بعضها. وعندي هون زيت زيتون، قليل من زيت الزيتون، يعني تقريبا بيجوا ملعقتين. هي القنينة فاضية، صرت على اخرها يعني. هلا بدنا نخلطهم مبدئيا مع بعضهم. هلا بدي اضيف المي، عندي هون 500 ملي مي دافئة فاترة، يعني مش دافية كتير، بس كل يعني 500 ملي بيطلعوا كبيتين شرب. ما رح اضيفهم كلهم، لشوف بالاول كل طحين يختلف استيعابه لكمية المي عن الاخر. هلأ عندي هون انا بستعمل دايما الطحين البيو يعني العضوي، ممكن يحتاج اكتر مي ممكن اقل. هلأ رح نعجنهم، نضيف المي شوي شوي. بسم الله. هلأ بدي اضيف ملعقة زبدة طرية حتى تلم العجينة مع بعضها. هلأ بعد ما خلصت العجينة ونعمت بدنا نشيلها هلا بدي احط العجينة بقلب هيدا الجاط الازاز. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. شايفين ما شاء الله، انا دهنت الجاط الازاز بالزيت. هلا بدي اغطيها وبتركها لتتخمر، بعدين بنشتغل فيها. نغطيها كتير منيح. هلا بعد ما خمرت العجينة ما شاء الله، بدنا نفرغ الهواء منها. ونبلش بالحشوة. رح اقرصهم وبلش بالحشوة. انا عندي هون هيدي الحشوة سبانخ، فارمة عليها بصلة، نتفة القليل من الزيت الزيتون، وبنحط
هيدا كل شيء والملح. وعندي هون الجبنة، فينا نستعمل الجبنة المبروشة، بس بما انه غير متوفر عندي بستعمل هاي الجبنة، ما بيأثر. بقطع منها هلأ بالحشي، بقطع كل قطعة قد ما بدي قد ما بحتاج، وبستعمله للحشوة. وهلأ بعد ما العجينة ارتاحت وصفيتهم هون، هلأ بدنا نمدها. هيدا الشكل نرش طحين بالأول، دي مدة للعجينة. انا عندي هاي القطاعة، هيدا اللي بتعمل هاي القوالب. هلا كل واحد حسب ما بده، ممكن نجيب كوب شرب نقطعه مدور، ممكن انا حبيت يعني هيدا تغيير شكل ما بيأثر. دي حتى هيدا الشكل. الجبنة طوعة، نرجع منعيد تشكيلة ونشتغل فيها. تعطينا هيدا الشكل، انا حبيت جرب. هلأ منكمل باقي الكمية بنفس الطريقة. في الواحد يحشي بلحمة بسنوق، بلحمة مفرومة، بحي اي حشوة بفضلها. والعجين اللي بيتبقى بنرجع منعيد تشكيله. رشت كتير منيح، منظر كتير حلو، اكيد الطعم. هلا رح كفي باقي الكمية بنفس الطريقة، بنرجع لكم. رح ادهن وجههم بالزبدة. في الواحد يقليون، بس انا بفضل الشوي بالفرن. رح نشويهم على اعلى حرارة. بالرف الوسط لحديت لغاية ان ما ياخدوا لون، مع المراقبة اكيد. رح رش عليهم على وجهن شوية سمسم. هلا انا ما رح اعمل كمية العجين كلها، بس اذا اللي بالعجين اللي بيتبقى انا بفرزه بحطه بالفريزر. هلا رح دخله الفرن، حميته مسبقا، وافضل يكون محمى مسبقا قبل بعشر دقايق. انا عندي هون من امبارح تطبيقة الصفيحة الطرابلسية،
اللي بيحب يعرف لا يفوت على قناتي أولا غزاوي شانيل، طريقة تحضير الصفيحة. هون هيدي اللحمة بقيت عندي من الصفيحة، رح أعملها هلأ بشكل تاني. هي ذاتها للبعة البكية، نحنا بنستخدم فيها هيدي بقدونس وبصله وبابريكا والبهارات اللي بيحبها. عندي هون هلأ بقيوا عندي بالبراد، رح اعملهم بهيدا الشكل هلا على شكل العجينة تلب على البكية. عندي هيدا القالب، ما ضروري، ممكن بكباية بكوب ماء كوب للشرب. رح اعمل هاي العجينة هيك بهيدا الشكل على اربع جهات. طلعت صغيرة، هلا رح استخدم الأكبر، القالب الأكبر، نحشيها بهيدا الشكل. طلعت معنا هيك. بيحبوا العيلة يعني تغيير. هاي التانية بالإيد أريح، بيساعد أكتر بالحشي. بعملها هيك أربع زوايا وبحشيها. أنا ما عملت اللحمة هلأ لأنه كانت موجودة عندي بالبراد، هي تعيقت خلطة الصفيحة. هيدا هو، هاي هي. رح كمل البقية كلها بنفس الطريقة وبنرجع لكم. هلا بدي ادهنهم على الحواف، ادهن بالزبدة كمان. كمان بدخلهم الفرن على اعلى حرارة بالرف الوسط. رح كمل. هيدا شكلهم بعد ما طلعوا من الفرن، بعدهم سخنين ما شاء الله. وألف صحة وهنا على قلوبكم يا رب. لا تنسوا تعملوا شير والاشتراك بالقناة، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.